مرحبا بكم في درس جديد. في هذا الدرس سنتعرف على شيء مهم جدا، يعني حتى ولو لم تعتبره مهم في الحياة العملية أو البرامج العملية فهو مهم ويعطيك معلومات جديدة وتفهم الأشياء التي نقوم بها. دعونا نقوم بإنشاء كلاس جديد، تي ماي كلاس، والذي يكون كلاس عادي. دعونا نقول له حقل مثلا داتا، والتي تكون سترينج. الآن عندما نذهب ونريد عمل هذا الكائن فنذهب إلى هنا، نقول له var ويكون مثلا e أو أي variable، ويكون من النوع t my class. الآن عندما نقول له، يعني في الوضع العادي، دعونا نقوم بمثال بسيط، نقوم بعمل متغير e من النوع string، أفضل string، ونقوم بعمل متغير من النوع ام والذي هو تي ماي كلاس. الان عندما نريد انشاء متغير اي فنقول له فقط اي، ثم اعطي لنا مثلا القيمه 10 للمتغير اي. اما اذا اردنا انشاء المتغير ام فنحن يعني نعتقد باننا نقول له انشئ لنا ام والذي يكون ماي كلاس my class dot create و am dot free. اذا ما هذه الاشياء هنا؟ ما هو الفرق الذي حدث؟ الفرق الوحيد الذي حدث ان هذا موجود في الدلفي ويقوم بالعمل، وكل الاشياء موجوده في الدلفي. اما بالنسبه ام my class فانت تقوم بعمله او تقوم بالحصول عليه او استخدامه من شخص اخر. المهم بانه ليس موجود في الدلفي ولم يقم بالاعمال عليه. لا تحاول فهم الكثير، فنحن فقط الآن نحاول أن نفهم مبدأ أو بنية الكائن في الذاكرة. إذن فما هي هذه البنية التي نتحدث عنها؟ الآن عندما نعطيه القيمة فيأخذ القيمة 10 مباشرة. عندما يذهب إلى الذاكرة فالإي يخزن القيمة الخاصة به، يقوم بتخزينها 10، فعند الذاكرة في موقع في الذاكرة فيقوم بتخزين القيمة 10 مباشرة، يعني قيمته 10. أما الآن فما هي قيمته؟ الآن ما هو إلا reference أو مؤشر يؤشر إلى قيمة محددة. تلك القيمة هي التي تحمل يعني هي التي تؤشر إلى مكان الأوبجكت. يعني نعتبر أن الأوبجكت في مكان محدد هنا، يعني نقوم بوضعه بسيط حتى يمكننا استخدام مكونات في رسمه. نقول أن هذا هو الأوبجكت هنا، هذه هي الذاكرة، هذا هو الأوبجكت وكل المعلومات الموجودة فيه، يعني كل شيء خاص بالأوبجكت هنا، الفيلدز، بروبريتي، الميثود، إيفنتس، كل شيء موجود هنا. أما عندما نقوم بإنشاء مثلا متغير، هذا هو المتغير الآن هنا، فهو لا يأخذ القيمة أو لا يأخذ هذه القيمة، فهو يشير إليها فقط، يعني يشير إلى القيمة أو مكان الأوبجكت في الذاكرة. بسيطة جدا، يعني لا يوجد شيء معقد بشكل كبير. فالآن يشير إلى مكان الأوبجكت في الذاكرة. والأوبجكت أين هو الأوبجكت؟ يعني هذا هو السؤال. الأوبجكت هو عبارة عن instance أو مثيل. ذلك المثيل يتم إنشاؤه عبر استخدام create. فعندما نقول له t my class dot create فالآن لقد تم إنشاء الأوبجكت. ذلك الأوبجكت الآن الذي تم إنشاؤه باستخدام create نؤشر إليه باستخدام الآم أو باستخدام نقول reference أو pointer. فالآم هو عبارة عن pointer أو reference. المهم أنه يؤشر إلى مكان هذا الأوبجكت في الذاكرة وليس إلى قيمة هذا المكون في الذاكرة. لذلك نحتاج دائما أن نقول له أم أو المتغير يشير إلى tmyclass.create، ننشئ أو نحجز له مكان في الذاكرة. وعندما نحجز له مكان في الذاكرة فبطبيعة الحال الآن يصبح يشير إليه، الآن يصبح كأنه هو الأوبجكت أو يشير إلى ذلك الأوبجكت. فعندما نقول له الآن m.free فهو يذهب إلى ذلك الأوبجكت ويقوم بتحريره. هل هذا ما نعتقده؟ لا، فهو يعني يقوم بتخليص نفسه من ذلك الأوبجكت فقط. لذلك نستخدم إجراء آخر والذي هو free and nil. free and nil، ونقول له هنا عندما نقول له free and nil ونقول له الأوبجكت، ندخل له الام والذي هو الأوبجكت الخاص به.
الآن الفري نعرف ما معناها، أما النيل فما هو معناها؟ النيل معناها أنه العام الآن لا يصبح يشير إلى أي شيء، أو لا يصبح يشير إلى أي كائن. أما الفري فقط تحريره من الذاكرة، تحرير ذلك الكائن من الذاكرة، ويصبح الكائن غير موجود الذي قمنا بإنشائه. عندما نقوم، دعونا نرجع إلى هنا، عندما نقوم بعمل فري له، الآن هو متصل به، يعني هذا هو المتغير تم إنشاؤه متصل مع هذا الكائن، هذا هو الرابط الموجود هنا. يمكننا حتى نستخدم هذا هنا ونقول أن هذا هو الرابط يشير إليه، يشير إلى هذا الكائن، هذا هو الرابط هنا ويؤشر إليه في مكان في الذاكرة. عندما نقوم بعمل فري، الآن عملت فري هكذا، هذا هو الذي جرى، فلقد تم حذفه، لكنه يبقى يؤشر إلى مكان في الذاكرة. هذا المتغير يشير إلى مكان في الذاكرة، لذلك نلجأ إلى استخدام النيل، فهي التي تجعله لا يشير إلى أي شيء وتجعله فارغ. هذه الكلمة نيل الآن يمكننا استخدامها في الكثير من المواضيع، ويجب علينا أيضا كما قلت دائما استخدام فري أند نيل لكي لا تظهر لنا مشاكل أخرى، أو يعني لا نعرف ما الذي سيقوم به المستخدم، أو لا نعرف ما الذي سنقوم به نحن، أو ننسى، لذلك يجب أن لا ننسى ونستخدمها دائما. نستطيع استخدام الآن if، نقول له if am، قيمة am إذا كانت nil فقم بإظهار مثلا show message am is nil، ونقول له else show message am is not nil. دعونا نستخدمها بهذا الشكل، نجعله عبارة عن تعليق. نجرب، يقول لنا هناك ايرور. نعم، هنا بالنسبة لاستخدام الاي والذي هو string، يعني يجب ان نضعها بين قيم. am is not nil كما ترون، فالام الان يعني كما ترون او كما يشير فهو يقول لنا انها ليست nil. وعندما نقوم باستخدام ذلك الاجراء free and nil، نجعلها لا تشير إلى أي شيء، invalid pointer operation، يعني كما ترون لا يمكننا التعامل معها إذا كانت غير موجودة. فحتى إذا قلنا له الآن الأمر بعدها am is not nil، جيد جدا، لكننا عندما نقول له am فسيظهر لنا المشكل. يمكننا استخدامها مثلا مع button، هنا هذه button نقول له قم بعمل هذا الأمر am، نعم يجب أن نقوم بجعل هذا الام متغير global، نستطيع استخدامه داخل الوحدة أو الوحدات الأخرى. am is not nil، نضغط على الزر فيظهر لنا هذا المشكل، وهو لأنها أصبحت free، فالام free and nil يجب أن لا نقول له الآن free لكي نستخدمها. فإذا قلنا له الآن بدون استخدام free، يعني انت قلت له فري وتقول له فري اند نيل، لا يمكنك عمل فري اكثر من مره لكائن، فالكائن اصبح غير موجود وذلك هو سبب الخطا. فهنا الان عندما نقول له فري اند نيل ام از نيل، كما ترون الان ظهرت لنا النتيجه، فالام اصبح لا يشير الى اي شيء، واصبحنا بامكاننا استخدامه والاشاره اليه من جديد الى شيء اخر او الى كائن اخر. الآن سيظهر لديك التساؤل، إذا لم أقل له مثلا قم بعمل فري لهذا الكائن وأغلقت البرنامج، هذا الكائن يبقى موجود في الذاكرة حتى ولو قمت بتحرير هذا أو قمت بالخروج من البرنامج نهائيا، فالكائن هذا سيبقى موجود في الذاكرة ويشير إلى شيء، يعني الكائن موجود، أما هذا المتغير فسيتم هدمه لا بأس، لكن الكائن سيبقى موجود ويشير إلى معلومات، لذلك يجب دائما أن نقوم بعمل الفري له أو لأي كائن، والنيل تكون للمتغير. الآن إضافة بسيطة، هذه العبارة هنا أم مساوية لقيمة النيل، يمكننا استخدام العبارة التي تعلمناها وهي assigned أو signed، وهي التي تقوم بنفس الأمر،
دعونا نجرب تقوم بنفس الأمر ونقوم بإدخال الأوبجكت إف. إذا كان يعني السند التي قلنا تشير إلى إذا كان يشير إلى شيء ما في الذاكرة إذا كان يشير أو لا. فالآن am is not nil. يعني هذه هي النتيجة التي نريدها، يعني لا تستغرب من أي شيء ما. فالآن إذا قلنا له am is not nil فهذه هي النتيجة التي نريدها، يعني فقط خطأ في التسمية. فالassigned هنا ما الذي تقوم به؟ تقول لك assigned ترجع لك صح إذا كانت هذه تشير أو تشير إلى شيء ما. يعني إذا كانت الام تشير إلى شيء ما فمعناها am is not nil، فقط العكس نقول له am is not nil أو am والام is nil. الآن assigned is nil، الام is nil، يعني هذه هي النتيجة التي نريدها. بسيطة جدا، am is not nil. هذه هي أغلب الأشياء حول الـ Object Reference Module. هذا هو الـ Object Reference Module، ما هذه هي المعلومات عنه وبنية الكائن في الذاكرة، يعني معلومات مهمة نستطيع الاستفادة منها كثيرا، خاصة النيل والفري وأيضا يعني الآن حتى إذا قلنا له مثلا أم نيل أو نعطي له أم، نقول له أم يساوي نيل، فبهذا نحن نجعل الام لا يشير الى اي شيء، بمعنى ام از نيل يعني سيقوم ب يقول لنا بانه نيل كما اردنا. لكن الان هل سنقول له ام دوت فري؟ عفوا there is an error. why؟ لماذا؟ عفوا هذا هو الايرور، عندما نضغط على الزر am is nil وهذه هي النتيجة التي نريدها. فالام الآن أصبح لا يشير إلى أي شيء. نلقاكم في درس آخر.